ابو حيدر المصاوي قل لنا بيهم سنن عيوني. هذا تشريب لحم. تشريب لحم سنن. وهاي العصاعيص. عصاعيص مال غنم. وهاي القلية. وهاي القلية باوع. كل شغل الموصل قرب عليه تقرب خلي تقرب الفقير إيه؟ ابو شامه عليك الليل ما نامه وابقى نبقى قناه خلينا نركز لحظات العليمه باكه مال غنم مال طلي هرفي يرضع ورمه على الطريقه المصلاويه بيد ابو حيدر المصلاوي عاجل بالعافيه بالعافيه حي الله للموصل العنوان ميتي خالي العنوان باوع فندق بابل وهاي الباكه مال الغنم مال العجل وهاي مال الغنم طلع اللسان شوف شوف الراس باوع حط اللسان الاوس هذا اللسان حط الحلاوه الاوس اوس انسى باللسان او جايب لك خاشوقه باوع لقمه الصياد هاي من باكه ابو حيدر المصلاوي والمنابير وضاع النمنمات الطرشي اللبن السوب انواع المرودات باوع تعال مزق هاي مزق هاي اوس مزقها باوع هذا زند ماطري باوع لحم غنم عراقي خالص باكه ومطعم ابو حيدر المصلاوي تريد باكه مال هوش يلا عيني قولوا يا الله يا محمد يا علي يا الله قول وين الفقير خلي ياكل الفقير هذا الفقير علاوي حي الله ابن الكوت ابوه من الكوت وامه مصلاويه شلون تعرف على امه بالقطار لا وينك طيارات قبل بالقطار عيوني بالقطار اوس ما عرفنا الاكله قدامك شنو هي عصاعيص فلس عصاعيص مصلاويه على طريقه باوة. الموصل باوع باوع العصاعيص نعم والله العظيم كذب هاي مو باكي حلقوم باوع الطين الطين اللسان عندك لسان ظل والله كذب هاي مو لسان يا معول حلقوم حلقوم الطيني باوع باوع تريد مال غنم هاي باكه الغنم تريد مال هوش يا الله ماكو لحم اكل الموصل معروف وهذا التشريب لحم لحم الخروف معروف حبيبي اشرب لي هاي الكاس قول شنو بيها بس تصدق طلع لبن ها والله كان نجرب هاني طيني هاك من باكه ابو حيدر المصلاوي ايش قد تريد من هاي الماده يعطيك خلنا اشربها واقول لك شنو هي لبن واحلى رماش من مطعم ابو حيدر المصلاوي حي الله ابو حيدر ابو درس الطيبه حياك الله العنوان ميتي عيوني اقبال فندق بابل